بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. أما بعد، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية لمدخل التزكية عقيدة. عنوان درس اليوم: الأنبياء والرسل ورسالاتهم، التعريف والصفات. سنتعرف في هذه الحصة إن شاء الله على مفهوم النبي والرسول، ثم الفرق بينهما، كما أن ندرك الغاية من بعثة الأنبياء والرسول، ثم أن نتعرف على صفات الأنبياء والرسول وخصائص رسالاتهم، ثم أن نوثق إيماننا بمعرفتهم واتباع نهجهم. إذن قبل أن نشرع في درسنا هذا، لا بد من التذكير بالدرس السابق أو بالمقطع القرآني من سورة الحجرات. إذن من يستظهر منكم المقطع الأول من سورة الحجرات؟ من يستظهر منكم المقطع؟ إذن نعم، جيد جدا. بعدما استظهرنا المقطع القرآني من سورة الحجرات، تعرفنا في الحصة على قاعدة من قواعد التجويد. من يذكر بهذه القاعدة؟ من يذكرنا بالقاعدة التجويدية؟ نعم، تعرفنا على قاعدة الإخفاء. إذن ما هو الإخفاء؟ ماذا نعني بالإخفاء؟ هي قاعدة من قواعد التجويد. نعم، الإخفاء في اللغة هو الستر، وفي الاصطلاح هي النطق بالنون الساكنة بصفة بين الإظهار والإدغام عالٍ عن التشديد مع بقاء الغنة في النون الساكنة أو التنوين. وحروف الإدغام، عفوا، حروف الإظهار كم هي؟ حروف الإظهار هي 15 حرفا، هي جمعت في أوائل عبارة هذا البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. إذن إذا جاء حرفا من هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين، نطبق عليه قاعدة الإخفاء. الأمثلة من النص القرآني الذي قرأنا: إن جاءكم فاسق بنبأ. إن جاءكم، إن هناك النون الساكنة بعدها حرف الجيم وهو من حروف الإخفاء. من يعطيني مثالا آخر عن الإخفاء في الشطر القرآني الذي قرأناه؟ نعم، عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، نخفي النون الساكنة. جيد جدا. إذن تعرفنا في الحصة الأولى على جاءت سورة الحجرات بمجموعة من الآداب، بمجموعة من التوجيهات التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى تجاه شريعته عز وجل وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه التوجيهات وما هي هذه القيم التي جاءت بها الصورة، مطلع سورة الحجرات، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم، هنا نهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، بمعنى النهي عن التقدم بقول أو بفعل حتى يحكم فيه الله، حتى يتبين حكم الله وحكم الرسول. نعم، جاءت كذلك بتوجيهات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من مطلع سورة الحجرات. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذن خفض الصوت من مظاهر التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خفض الصوت وعدم منادته باسمه مجردا من مظاهر التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع شريعته صلى الله عليه وسلم. جاءت كذلك سورة الحجرات بالتأكد من خبر الفاسق. ما واجبنا تجاه خبر الخبر الكاذب؟ نعم، واجبنا تجاه خبر الفاسق أن نتثبت وأن نتأكد من خبر الفاسق، من نقل الخبر ونشره، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: من يعطينا الدليل على ذلك من سورة الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا، نعم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم. إذن كما قلت لكم، درس يوم الأنبياء والرسل ورسالتهم، التعريف والصفات. سننطلق من
نص الوضعية، من وضعية أخبرك صديقك إدريس، أخبرك صديقك إدريس أن الأنبياء والرسل دينهم واحد، ولا فرق بين ما جاء به نبي الله موسى وعيسى وسائر الأنبياء وما جاء به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه اصطفاهم جميعا وذكرهم في القرآن الكريم، فاختلفت معه في ذلك لوجود الفرق بين النبي والرسول. إذن في هذه الوضعية أخبرك الصديق إدريس أن الأنبياء والرسل دينهم واحد ولا فرق. إذن حسب قول إدريس لا يوجد فرق بين النبي والرسول، لا سيما نبي الله موسى وعيسى وسائر الأنبياء، وما جاء به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بماذا عزز رأيه؟ قال بأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم جميعا وذكرهم في القرآن الكريم. إذن أنت اختلفت معه في ذلك، اختلفت مع الصديق إدريس حول بوجود الفرق بين النبي والرسول. إذن أنت تقول بأن هناك فرق بين النبي والرسول، في حين يصر إدريس على أن الأنبياء والرسول لا فرق بينهم. ما هي الإشكالية؟ الإشكالية التي تعالجها الوضعية. إذن إشكالية الوضعية تتعلق بكون الأنبياء والرسول لا فرق بين النبي والرسول. إذن الإشكالية حسب إدريس لا فرق بين النبي والرسول. إذن حسب قول إدريس لا فرق بين النبي والرسول. إذن حسب قول إدريس لا فرق بين النبي والرسول لأن دينهم واحد وما جاء به من الله سبحانه وتعالى واحد كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم جميعا في القرآن الكريم. إذا سنقوم بتحديد المواقف عندنا في هذه الوضعية، موقفين اثنين. الموقف الأول لا فرق بين النبي والرسول، لا يوجد فرق بين النبي والرسول، لا يوجد فرق بين النبي والرسول. الموقف الثاني أنت اختلفت معه في ذلك لوجود الفرق بين النبي والرسول. إذن ما هي وظيفة النبي وما هي وظيفة الرسول؟ ما هو الفرق بين ما الفرق بين الله؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ إذن بعد تحديدنا لهذه المواقف، الموقف الأول يتعلق بقول الصديق إدريس لا يوجد فرق بين النبي والرسول. الموقف الثاني ما الفرق بين النبي والرسول؟ إذن سنتعرف عند تحليلنا لعناصر النص على الفرق بين النبي والرسول، وسنقوم بتصحيح هذه الفرضيات بعد أن نتعرف على الفرق بين النبي والرسول وخصائص رسالتهم وتعريفهم وصفاتهم. إذن نص انطلاق يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصباط والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. صدق الله العظيم. سورة النساء. إذن سأقوم بشرح بعض المفردات الصعبة في هذا الشهر القرآني. الأصباط جمع سبت وهو ابن الابن، والمراد به في هذا في قوله سبحانه وتعالى الأصباط هم أبناء يعقوب عليه السلام، هم أبناء يعقوب نبي الله يعقوب عليه السلام، والأصباط هم الأنبياء من أبناء يعقوب عليه السلام.
ثم يقول الله سبحانه وتعالى وآتينا داود زبورا. فنحن نعلم أو نعرف أن الزبور هو الكتاب المنزل على نبي الله داود عليه السلام. إذن ماذا يتضمن هذا النص القرآني؟ يبين الله سبحانه وتعالى انطلاقا من هذا النص القرآني أن الرسالة السماوية متشابهة، فكلها وحي من الله سبحانه وتعالى. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إذن يبين الله سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى أن الرسالة السماوية كلها وحي من الله سبحانه وتعالى، فهي متشابهة وغير متناقضة، وخص الله سبحانه وتعالى نبيه موسى بالتكليم، فهو كليم الله. إذن وكلم الله موسى تكليما. إذن تعريف النبي والرسول، من يعرفون بالنبي والرسول؟ ماذا تعرفون عن النبي وعن الرسول؟ إذن النبي من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ. هناك من يقول بعض التعريف تقول بأن النبي من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، ورسول من أوحى الله إليه وأمر بالتبليغ. فنحن سنقوم بتعريف النبي في اللغة. النبي في اللغة من النبأ وهو الخبر، وسمي نبيا لأنه يخبر عن الله سبحانه، يخبر عن الله سبحانه وتعالى، فهو يخبر عن الله ومخبر من الله، يخبر الله سبحانه وتعالى وبالتالي فهو يخبر عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. والرسول من أرسل، من فعل أرسل بمعنى بعث برسالة عن طريق الوحي. فالنبي من النبأ فهو يخبر عن الله سبحانه وتعالى، والرسول فهو من بعث الله سبحانه وتعالى برسالة. لكن ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ نحن بحاجة إلى تعريف دقيق يوضح لنا ما هي مهمة، ما معنى النبي وما معنى الرسول. فقلنا بأن النبي من أوحى الله إليه بشرع، بمعنى يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، ويقوم أيضا بالتبليغ، فهو يبلغ، النبي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق الموجود هو أن النبي يؤكد شرعا من قبله من الأنبياء والرسل. النبي يؤكد شريعة من قبله من الأنبياء والرسل، أوحى الله إليه فهو يبلغ ويقرر شرعا من قبله، والرسول من أوحى الله إليه برسالة وبشريعة جديدة يبلغها للناس. إذن فالرسول من أوحى الله إليه برسالة وشريعة، من أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ. وعليه فإلا كل نبي، ليس كل نبي رسول، ولكن كل رسول نبي، فكل رسول نبي ولكن ليس كل نبي رسول. إذن هذا هو التعريف، تعريف أن النبي من أوحى الله إليه بشرع من قبله فهو يؤكد شريعة من قبله من الأنبياء، والرسول من أوحى الله إليه برسالة وشريعة جديدة لكي يبلغها للناس. إذن الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء والرسل، فضل بعضهم على بعض، فهم ليسوا سواء في المنزل عند الله سبحانه وتعالى، حيث فضل الله عز وجل فضل أولو العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل هم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن الله عز وجل فضل أولو العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، اصطفاه الله عز وجل على جميع الخلق، اصطفاه وفضله وأيده بأكبر المعجزات وهي القرآن العظيم الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثه رحمة للعالمين، وبعثه وأرسله إلى الناس أجمعين. إذن الله عز وجل فضل أولو العزم من الرسل، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أنا
سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق علي عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي في السنن. إذن سنتعرف على وظائف الأنبياء والرسل وعلى صفات الأنبياء والرسل، كما سنتعرف في هذه الحصة على خصائص رسالات الأنبياء والرسل، ما هي خصائص الأنبياء والرسل. إذن من وظائف الأنبياء والرسل أن الله سبحانه وتعالى كلف جميع الأنبياء والرسل بالتبليغ. إذن التبليغ ما كلف به من الرسالات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل، والنبي كذلك يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس. إذن أول وظيفة للأنبياء والرسل هي ما هي؟ قلنا هي التبليغ، تبليغ ما كلف به من الرسالات، ثم تبشير المؤمنين وإنذار الكافرين. تبشير المؤمنين وإنذار الكافرين وإقامة الحجة على الناس، فهم يبشرون المؤمنين وينذرون الكافرين ويقيمون الحجة على الناس، حيث يقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين إلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثم دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى التوحيد. الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل لكي يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل، ونبذ الشرك واجتناب الطواغيت. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ما هي الغاية؟ عبادة الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في صورة النحل. ثم من وظائف الأنبياء والرسل تزكية النفوس بالتوحيد ومكارم الأخلاق. إذن الوظيفة هي تزكية النفوس بالتوحيد ومكارم الأخلاق. يقول الله سبحانه وتعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن وظائف الأنبياء والرسل تجسيد المثل الأعلى والقدوة الحسنة. ما معنى تجسيد المثل الأعلى؟ فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسوة هي القدوة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إذن وظائف الأنبياء والرسل كما قلنا تتجلى في التبليغ، تبليغ ما كلف به من الرسالات السماوية، دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم تزكية النفوس بالتوحيد ومكارم الأخلاق، ثم تجسيد المثل الأعلى والقدوة الحسنة. إذن سنتعرف على صفات الرسل والأنبياء. ما هي صفات الأنبياء والرسل؟ بماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ بماذا كانوا يتصفون؟ وما هي صفاتهم؟ نعم، فهم أولا من صفات الأنبياء والرسل أنهم البشرية. بما معنى البشرية؟ أنهم بشر، فهم بشر وليسوا ملائكة، لأنهم يمثلون القدوة الحسنة للناس، ولو كانوا ملائكة لما جاز أن يكونوا قدوة لهم. فهم كسائر، اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم من سائر البشر. يقول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إذن استغربوا وقالوا: أبعث الله بشرا رسولا، بمعنى أبعث الله رسولا من سائر البشر. إذن ثم الأمانة، من صفات الأنبياء والرسل هناك الأمانة، وعندما نقول الأمانة بمعنى أنهم أمناء فيما يبلغون عن الله تعالى من الوحي، وفي جميع أحوالهم مع أقوامهم، ولا يجوز وقوع الكذب منهم، فالكذب من الصفات المستحيلة في حق الأنبياء والرسل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى. إذن الأمانة الصدق فيما يقولون صلوات الله عليه. ثم العصمة، ماذا نعني بالعصمة؟ من صفات الأنبياء والرسل هناك العصمة. ما معنى العصمة؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عصمهم من مجموعة من الأمور وعلى رأسها الكذب، فهم أمناء فيما يبلغون عن الله تعالى، عن الله تعالى من الوحي وفي جميع أحوالهم مع أقوامهم. كما قلنا العصمة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الأنبياء والرسل من الوقوع في الذنوب والمعاصي، فهم معصومون من الوقوع في الذنوب والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم الرحمة والرأفة بالمؤمنين وبغيرهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الرحمة والرأفة بالمؤمنين، ثم اتصافهم بعظيم الأخلاق وأسماء الفضائل التي جمع الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفته السيدة عائشة قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذه هي صفات الأنبياء والرسل التي لخصنا في كونهم بشر: الأمانة، العصمة، الرحمة والرأفة بالمؤمنين، اتصافهم بعظيم الأخلاق. إذن ما هي خصائص الرسالات الأنبياء والرسل؟ ما هي خصائص رسالتهم؟ تميزت خصائص رسالة الأنبياء والرسل أنها ربانية. وعندما نقول ربانية، ما معنى ربانية؟ بأن مصدرها واحد، فهي وحي من الله سبحانه وتعالى، وليست نابعة من نفوسهم كما يزعم الكفار المشركون الذين يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول القرآن يقوله من عند هواه من عند نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من خصائص رسالة الأنبياء والرسل أن كلها تدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن كلها تدعو إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك وإخلاص العبادة لله تعالى وتحقيق العدل بين الناس ونشر القيم والأخلاق الفاضلة بينهم وتزكية النفوس والدعوة إلى التحلي بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الخلق. ثم أنها تتميز بالبساطة وبالوضوح، وضوح الهدف والغاية، أنها تتميز بالبساطة وبالوضوح. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن بعدما تعرفنا على خصائص الأنبياء والرسل وعلى صفات الأنبياء والرسل، لا بد من الرجوع إلى الوضعية لتصحيح المواقف. يقول بخصوص قول الصديق إدريس بأن لا يوجد فرق بين النبي والرسول، يمكننا أن نصحح هذا الموقف للصديق إدريس بأن يوجد فرق بين النبي والرسول، فمهمة النبي والرسول تختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم من أوحى إليه بشريعة جديدة وأمر بتبليغها. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم من أوحى الله إليه بشريعة جديدة ليبلغها للناس، ثم النبي من أوحى الله إليه بشرع من قبله، النبي يؤكد شريعة من قبله، فهذا هو الفرق الذي يكون بين النبي والرسول. إذن الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحى الله إليه بشرع من قبله فهو يؤكده ويقرره، والرسول من يأتي بشريعة جديدة.
إذن وهناك أما وظائف الأنبياء والرسل فتكاد تجتمع في مجموعة وتتفق في مجموعة من النقاط التي تطرقنا إليها من التبليغ ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. إذن هذا في كل ما يتعلق بوظائف الأنبياء والرسل. إذن في خصوص المواقف قمنا بتصحيحها وقمنا بتعريف النبي والرسول والصفات وخصائص رسالة الأنبياء والرسل، فاقتضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون الأنبياء والرسل أكثر الناس معاناة في الدنيا، فقد تحملوا في سبيل تبليغ ما كلفوا به من الرسالات الأذى الكثير وصبروا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا خير من أسدوا الدعوة إلى الله وكانوا خير من بلغوا الرسالات وأدوا الأمانة التي كلفوا بها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه جعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وخاتمهم صلوات الله عليه وسلامه. وبهذا نختم درس اليوم المتعلق بالأنبياء والرسل ورسالتهم التعريف والصفات، إلى أن نلتقي إن شاء الله في درس جديد. استودعكم الله سبحانه وتعالى.